القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة أماني، أهلا وسهلا بك معنا أستاذة. يعني بداية، كيف تصفين محضر الفيدرال الأمريكي بالأمس وكيف أثر على أداء الدولار ومؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا لو بدأنا بالدولار الأمريكي، يعني شهد ارتفاعات قوية خلال تداولات أمس بعد محضر الاجتماع في الذي أشار إلى احتمالات أو ميل كافة الأعضاء إلى رفع الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل الذي ننتظره في بداية مايو. ويعني بعد البيان أو بعد المحضر الاجتماع ارتفعت توقعات رفع الفائدة إلى مستويات 78.9، يعني حوالي 79% تصب لصالح رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس. طبعا ده يعني داعم جدا للدولار الأمريكي، ولكن ليس هذا فقط الذي دعم ارتفاع الدولار، ولكن أيضا أكد البنك أو وافق البنك أعضاء البنك بالأمس على بدء تقليص أو تسريع وتيرة تقليص حيازة البنك من السندات أو تقليص الموازنة العامة بحوالي 95 مليار دولار في الاجتماع المقبل. فيعني سحب السيولة من السوق في الوقت الذي يتم فيه رفع الفايدة، تسريع وتيرة التجديد النقدي بشكل كبير جدا يدعم الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية. ولذلك وجدنا أن الدولار الأمريكي نجح بالأمس في الاقتراب من مستويات المية، ولكن لو لم يصل أو مؤشر الدولار لم يصل إلى تلك المستويات، ولكن على المدى القصير للمدى المتوسط من المرجح أن يواصل ارتفاعه، طبعا مع الاستمرار في تجديد السياسة النقدية والضغط على أغلب العملات أو كافة العملات مقابل طبعا الدولار الأمريكي. ولكن بشكل عام مؤشر الدولار لا يزال يستقر على مستويات 99، ويعني أغلب التوقعات أصبحت تدعم فكرة رفع الفائدة وتقليص الموازنة العامة، وهذا في الآخر يدعم الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات. نعم، أيضا يعني من المتوقع أن نتحدث ويخرج المحضر من المركز الأوروبي خلال تعاملات اليوم، هل نتوقع أيضا ذات الصيغة وذات السياسة المتبعة في التجديد النقدي للحد من معدلات التضخم المرتفعة، وكيف يؤثر ذلك على أسعار اليورو؟ احنا عندما نتحدث عن يعني اجتماع المركز الاوروبي او سياسات البنك المركزي الاوروبي، طبعا هي ايضا بدات في يعني تقديم رسائل لا نحو التجديد النقدي وبدء في رفع الفائده، خاصه وان معدلات التضخم تواصل ارتفاعاتها عن المستويات المنطقيه او المستويات المستهدفه من قبل البنك. ولكن حتى الان لم يتخذ البنك اي اجراء لتجديد السياسه النقديه مقارنه مع الفيدرالي الامريكي الذي بدا ايضا او بدا بالفعل في رفع الفائده في اجتماع مارس المقبل، ولم يتوقف عند هذا الأمر، بل إن محضر الاجتماع أكد على أهمية تقليص الموازنة العامة أو تقليل حيازة البنك من السندات. وفي نفس ذات الوقت الرفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، يعني تشديد أو تسريع لوتيرة التجديد النقدي في الوقت الذي يعني يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي في تقديم أي ملامح عن رفع الفائدة وهكذا. فلا يزال السياسات يعني متباينة، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يعني سياسته النقدية لا تزال توسعية، على الرغم من يعني التوضيح أو الدلائل أو الإشارة بتجديد السياسة النقدية، ولكن أيضا لا يزال منطقة اليورو تعاني من ضعف أو تعاني من المزيد من التحديات مع استمرار الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي فلا يزال اليورو يواجه الضغط الهبوطي أمام الدولار الأمريكي، رأينا أنه وصل إلى مستويات 1.08، وبرغم من الارتفاعات التي شهدها اليوم إلا أنه لا يزال الاتجاه العام اتجاه هابط، وإن كانت تلك الارتفاعات عمليات جني أو أرباح لأكسن. نعم، يعني أماني، هل تم الحديث حول التطورات والتداعيات الاقتصادية السياسية بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وكيف تؤثر على قرارات البنوك المركزية هذه من ناحية؟ وأيضا نلاحظ بأن الروبل الروسي يستعيد جميع الخسائر، يعني عوض جميع الخسائر التي كان قد مني بها منذ بدء الحرب. يعني الروبل الروسي نجح بالفعل في التعافي يعني مقابل الدولار الأمريكي من جديد، عادل يتداول 80 روبل لكل دولار بعدما كان فقد اكثر او اكثر من 50% من قيمته خلال الازمه ما بين روسيا واوكرانيا. لا تزال التوترات السياسيه او التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا والاتحاد الاوروبي تلوح في الاقفق، وهي تؤثر ايضا على سياسات البنوك المركزيه، حيث ان تلك الازمه تتسبب في ارتفاع اسعار السلع الاساسيه بشكل مبالغ فيه. فحتى لو يعني بدات او توصل الاتفاق او توصلوا الى اتفاق في النهايه، ولكن
ولكن لا يزال تداعيات هذا الأمر يعني يؤثر على الاقتصاد العالمي، وبرغم من تعافي الروبل الروسي نوعا ما مع استعداد طبعا روسيا للمزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي، إلا أن أيضا يعني حتى وقتنا هذا لا يزال حالة العزوف عن المخاطرة تسيطر على الأسواق، لا يزال يعني الخوف من تصاعد التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا أيضا تروح في الأفق، يؤثر على أغلب اقتصادات العالم، خاصة كما ذكرت اقتصاد منطقة اليورو الذي لا يزال يعاني من الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا. حتى وجدنا أن أسعار الذهب يعني استقرت بالقرب من مستويات 1920 دولار للأونصة، بالرغم من تشديد الفيدرال الأمريكي للسياسة النقدية، إلا أن المخاوف من أو ارتفاع حالة العزوف المخاطرة والمخاوف من ارتفاعات التضخم لا تزال داعمة لارتفاع أسعار الذهب. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ أمان رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.